الصعبه بتاعتنا قضيه الامن المائي تفرض نفسها بالحق، ويجب ان كل مصري يفكر فيها وكلنا نبقى يد واحده بالنسبه لها ونقف وراء قيادتنا دعما لها في موقفها في الدفاع عن قصر ديان كلمه. ده احنا نصيب الفرد عندنا في الميه حاليا يطلع حوالي 625 متر مكعب سنويا. 625 متر مكعب الفرد، نصيب الفرد. وبيتقال ان حد الفقر المائي 1000 متر مكعب سنويا. يعني البلد اللي الفرد اللي فيه بياخد 1000 فما فوق الفرد يبقى كويس. او معقول، مش كويس، معقول. اللي اقل من 1000 يبقى ده فقر مائي، احنا من دول الفقر المائي. حصة الفرد كما قلت لا تتجاوز 625. طبعا انا في ظل يعني ظروف الروح الطيبة اللي موجودة حاليا لا اريد ان اعود لبعض يعني زرادات او بعض تعليقات كان الجانب السوفي قالها ضد مصر، لاني لا اريد ان اساهم في تعقيد الامور. انا اريد ان اكون عامل يعني تقارب من ان اكون وان يكون القانون في خدمه التعاون بين الطرفين. انما مع ذلك يعني بيعز علي ان في بعض الاحيان كان اثيوبيا رفعت كلام غير صحيح، فتقول ده انا يعني اثيوبيا ما بحصلش الا على 3% من الموارد المياه الجاريه في الانهار اللي عندي، وده غير صحيح. منظمه الاغذيه والزراعه عندها دراسات بتقول كلها ان موارد اثيوبيا من المياه المتجدده للانهار تبلغ 122 مليار متر مكعب في السنه. يذهب منها لنهر النيل عبر النيل الازرق وعطبره والسوبات 71 مليار. بالتالي بيتبقى لاثيوبيا 51 مليار متر مكعب من مياه الانهار. 51 مليار متر مكعب. بخلاف مواردها من الامطار البالغه 936 مليار متر مكعب سنويا. وده اللي بيجعل اثيوبيا على قمه الدول الافريقيه كلها في الثروه الحيوانيه. يعني عندها 100 مليون راس اثيوبيا. بتتغذى على المراعي الطبيعيه الناميه اللي بتقوم على الامطار. اثيوبيا غنيه جدا بالامطار، غنيه جدا بالزراعه، غنيه جدا بالمراعي، غنيه جدا بالثروات.